بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل أن يكون الإنسان متفائل، وإذا ضاقت الكرب وضاقت وصلت إلى الحلقوم فقل يا رب، وأنت واثق أنها بتنفرج. هذا الرب رب العالمين يرعى عباده، يربيهم سبحانه وتعالى، فنحن عبيده. ولذلك الله جل وعلا قد يبتلينا بالضراء حتى يخرج منا عبودية الضراء، كما أن للسراء عبادة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اقرأ في سير العظماء، لا يوجد فوق الأرض إنسان إلا وقد مر الحزن على قلبه. كيف وصل العظماء إلى هذه الدرجة العالية من العطاء ومن الابتهاج ومن سعد؟ ما مر عليهم هم؟ بلى والله هموم. طيب كيف وصلوا للنجاح؟ لأن الهموم أنت تحطها فوق راسك وهم يحطون الهموم تحت رجليهم، ولما حطيتها فوق راسك أثقلتك. فهموا الحياة، في شيء يستاهل في الدنيا دي يا شيخ ينزعل عليه إلا طاعة رب العالمين؟ لا والله ما في شيء. وش اللي يستاهل؟ راحت السيارة، قل الحمد لله ما أنت فيها، ما أنت فيها، مات خمسة باقي خمسة الحمد لله، قطعت رجل باقي واحدة. انظر إلى الجانب الإيجابي في حياتك يا شيخ، الأمور زينة. يقولون بعض الناس مسكين، يعني دائما يأتيه الشيطان فيملي عليه أجندة الصباح، ترى يمكن حوادث كثرت، ولو تروح تفحص، ولهذا من العلاجات أذكر لو تروح تفحص والله ما أدري وش بيقولون، ولذلك لا تفحص. طيب ما انت بفاحص خلاص انت بخير؟ قال لا انا فيني شيء بس ما الله يسترنا لا ينكشف، ويقعد 10 سنين في هالهم، هم من عندنا، عندي مرض، عندي بلاء، عندي ذا، والله اني كل شوي ينغزني قلبي. يا اخي كل امة محمد كل العالم تنغزهم قلوبهم وظهورهم بعد، وطيبين ومتعافين. تزيل الهم عنك، وهذا من علاجات الهم، لا تؤجل لا تسوف الا انت خايف منه، تواجه معه. خايف من المرض راح افحص يا اخي ليه تتاخر؟ خايفه انه يزعل قولي له انا خايف انك تزعل وانا خايفه من كذا وكذا، صارحي صارح. عندك اي انسان، عندك ولد ممرضك 3 سنين 10 سنين وممرضك، ما عمره جلس مع ابوك جعلك تسلم تكفى وانا ابوك وينخاه ويعالج معه؟ لا ساكت الله يسلم، والله اني داري مو مضبوط. طيب تقعد لك 5 سنين وهو يرقل ومو مضبوط، لنت باللي خطوت له تنصحه ولا هو اللي يرجع للحق؟ إذا تقعد 10 سنين وأنت معلق قلبك محاميد ولا عبيد ولا غيره. ولذلك يا أحبابي واجهوا المشاكل في الدنيا، لأن تسويفها يولد مشاكل أخرى توصلك للهم والحزن، توصلك عليك ديون. طيب توقف عن الدين، توقف عن الدين الله يجزاك خير، توقف عن الدين، اطلب الدائنين، اطلبهم أخي الحبيب أن يؤجلوا دينك. أهم شيء واجه مشكلتك. وأعود للعظماء، أول من تقرأ سيرته لكي تعيش وينزاح الهم من قلبك هو من تتطهر الأفواه بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ سيرة حياته كلها، 13 سنة في مكة كلها هم، لكن هم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هم لعدم معرفة ربه، لا، هم للألم الطبيعي الجبلي عندما يرى أصحابه يعذبون، يذهبون للحبشة، يذهب للطائف ويعود، يخرج عليه الصلاة ولا يدخل مكة إلا في جوار، ويترك مكة وفي عينه دمعة، ويصل إلى أصحابه هناك وتبدأ الغزوات بدر ثم ما قبلها، وتبدأ أحزان حتى يكون عام الوفود، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. كان يثق في ربه. العاقبة للمتقين، وهذا من العلاج. يجب أن تعلم أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولله عاقبة الأمور. احمدوا الله، والله لو ارزاقنا في يد مخلوق والله أن نروح فيها كلنا، لأن إذا زعل رحنا فيها، وإذا رضى عطى، وإذا عطى من؟ لكن الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي ما عندنا ينفد وما عنده باق، هذا الغني سبحانه احمد. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.